من الوصايا التي وصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. طلب العون من الله سبحانه وتعالى. والله لن تستطيع أن تفعل شيء ولا أن تقول شيء ولا أن تتصرف بشيء إلا بعون الله عز وجل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لن أتحول، لن أستطيع أن أتحول من حالة إلى حالة، من حال فقر إلى غنى، من حال عدم وظيفة إلى وظيفة، من حال كذا إلى كذا، إلا بحول الله عز وجل وإلا بقوة الله سبحانه وتعالى، وأن يعطيني هذه القوة على التحول من هذه الحالة إلى تلك الحالة. ولذلك في كل صلاة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين.